بلبنان في فساد كتير، ويمكن أكتر شي بيعانوا من الفساد هن الناس الأوادي يلي بعد عندن أمل إنن يبنوا وطن لألن ولولادن، يعني مواطني الدولة مش المواطنين اللبنانية. هوليك مرتبين أمورهم ومشاركين الفساد وماشي حالهم. بس من أكتر مظاهر الفساد الموجودة بالبلد إنه عنا وزارة لمكافحة الفساد، لأنه بكل بساطة في كتير لبنانيين مش سامعين فيها. يعني إنه من إنجازات الوزارة؟ يعني إذا نحنا مش حاسين إنه عنا فساد وعم نرجع لورا، يعني بوجود وزارة لمكافحة الفساد. بس بالحقيقة إنه مسكين هالوزير، يعني بتحس إنه شو بده يعمل؟ بياكلوه؟ إنه بدروح يحارب اللي عم يعمل الفساد؟ مين إن اللي عم يعمل الفساد؟ ما هن اللي مستلمين السلطة، شو بده يعمل معهم؟ إنه بيروح لعندهم بيقول له ليك إذا بعت بتسرق بزعل منك. وقت اللي بيختلفوا مع بعضهم وبيفضحوا بعضهم على التلفزيون، شو بيروح يقول لهم؟ يعني بيقول لهم بعدك عم تعمل فساد، عيب الشوم عليك. شوف أنا بنصحك شو تعمل إذا عن جد بدك تحارب الفساد. جمع كل هالمعلومات اللي عندك، كل الفضائح يعني موثقة مزبوط كلنا بنعرفها، يعني وين ما كان في تلاقيها على كل حال، وعمل فيلم فيديو مثل هيدا اللي هلأ أنا عم بعمله. بس قبل بدك تحضر فيزا لتهاجر على محل، ما تقول لحدا، ما تقول لوين يعني، وبس تفل من هون بتنشره من هون، هيك بيكون مش الحال. بس هلأ إنه مبسوط إنه صرت وزير وبعتولك معالي الوزير، مش هيدا هو المطلوب. لأنه ليك بدك تعرف شغله، اللي بياخد مصاري حق عمل معين بده يعمله، يا أما بيعمله أو بيكون فاسد. هيدا الفيلم أكيد ما لحل مشكلة الفساد، بس على القليلة ضميرك بيرتاح لأنك قبضت مصاري واشتغلت شغل. بعدين الناس يلي عبيرجعوا ينتخبوا نفس الأشخاص ويكرروا نفس الفساد ويخترعوا الدولاب من جديد كل يوم، هول لربما بيوعى شوي ضميرهم ويكذبوا كذبة من ذهب، يقولوا للفاسدين لح ننتخبكم وجوه يغيروا يرجعوا، لأنه هيدي كذبة منيحة، بركي بيوعوا وبيعملوا هيك. أما أنت يا معالي الوزير أو اللي بده يجي من بعدك بنفس المركز، إذا ما بيعمل هيك وبيحقق لنا شيء نحس فيه، هاي بتتحول الوزارة من وزارة مكافحة الفساد لوزارة الفساد.